لو أخذنا بالاعتبار البروفيت هتوزع على أساس الكالرز، ميزتهم بالأساس الكالرز، هذا بخصوص الستيت. أوكي، هلا نشوف كيف شكله هيكون لو كان فرضا في عنا cities، يعني جبنا aggregation أكتر. تمام، بلاحظ إنه أعطى cities كل واحدة لون بشكل مختلف مع القيمة نفسها. هلا إحنا ما بدنا إياها على السيتي، خلينا نشتغل على صعيد الستيت. لاحظ إنه كل ستيت بتاخد اللون تبعها مع قيمة البروفيت، وإنها هي داخل الكونتري اليونايتد ستيت. هلا هذا الفيجواليزيشن اللي حصلنا عليه من تنفيذ مجموعة ال country وال state أو ال granularity اللي مشينا فيها، مستوى ال level من ال granularity اللي مشينا فيها. هلأ في عنا موضوع كتير مهم في تابلو، اللي هو عملية ال level of details اللي بدنا نمشي فيه. level of details لما بدنا نعمله calculations، بحيث إنه نحسب فينا نقول البيانات تعوضنا، كيف نحسب لإلهم ال level of details. في 3 طرق لعملية الحساب: ال include، ال exclude، وال fixed. رح نمر في كل واحدة فيهم في فيديو خاص فيه، ورح نبلش في ال include. ال include هاي بتشتغل على صعيد إنه إحنا نفوت أو ناخد higher level في الموضوع ال granularity. بالتالي إحنا بنشوف بالشكل اللي أمامنا اللي هي ال states، تمام، السمشن. ولكن في الانكلود او في الباك جراوند بيكون في عنا مأخوذ الليفل في الاوردر، مجموعة الاوردرز المطلوبين، تماما، اللي موجودة في الاي دي اللي هو الليفل في الاوردر تبعه. بالتالي بما انه الجرانولاريتي عكس الاجريجيشن، بالتالي هو بيكون lower level في الاجريجيشن وهاير ليفل في الجرانولاريتي. هذا على صعيد عملية الـ including اللي بتم تنفيذها أو نحسب فيها level of details من خلال. هلأ خلينا نبلش عملية التعديل حتى نبلش نجهز لموضوع تحضير الـ detail أو الـ level of detail calculations. هلأ أول شي بدي أروح وأنا أخذ الـ profit، بدي أخليها بالـ average، وكذلك البروفيت برضو هون خليها بالأفرج. تمام، نعمل فورمات عليها. أو خليها مثل ما هي. هلأ إحنا ضفنا الأفرج ليه؟ لحتى هو ما ياخد السمشن، بس يعرض ليها افرج على صعيد الاوردرز كلهم في كل الليفلز. اللي بدي اعمله هون اني بدي اضيف شكلين اثنين، بحيث انه انا اعمل خريطتين او يكون عندي ظاهر عندي خريطتين. او اروح اجيبها من هون، او قبل خليني اعمل دبليكيت على الشيت. تمام، وفي الشيت هاي بدي اروح اخذ اللونجيتيود، كمان لونجيتيود، واحطها في الكولومز. لاحظ انه ظهرت عندي خريطتين. الخريطة الاولى هاي لو جيت بدي اروح اعمل انوتيت عليها في الاريا، اضيف في الوسط بدي اكتب مثلا انه هاد without، بدون ال او دي اللي هو level of details calculation. Collation. تمام، خليني أعطيها خط حجم 15، وأعطيها لون أحمر. أوكي، خليني شوي كده Calculation. تمام، أزغر شوي بحيث إنه يكون متناسب. هلا هاي بالنسبة للأولى أو للثانية without calculation. ف
فخلينا اياها كده ونبلش نشتغل او عملية الكالكوليشن في الماب الموجودة عندي. هلا الشغلة المهمة بدنا ننوه لها انه احنا موضوع ال level of detail calculations مش بس مقتصرة على الماب او البيانات الجيوغرافية، ممكن ننفذها على كتير من البيانات، بس انه احنا على هون انه بياناتنا كانت متوفرة جيوغرافيك فبدنا ننفذهم عليها. خلينا هلا نبلش نجهز في الكالكوليشن تبعنا. هلا مشان نجهز ال level of detail calculations نروح عند الميجرز هون ونضغط create calculated field، ونقول هون ان احنا هنحسب ال include ال او دي. في ال include ال او دي بدي اروح اخد اطبق ال include لانه هي already معروفة. فالانكلود بنحس انه او اذا حدا له خبرة في البرمجة او في عملية او كتابة الكود نفسها، نلاحظ انه القوس هذا بالعادة بيجي مع ديكشنري وبيجي مع جمل الاف، بالتالي الانكلود هاي تاخد بالاعتبار موضوع برضو جمل الاف، او انه ممكن يعتبرها كشرط او كجملة شرط. فانا بما انه بدي اياه يطبق عليه الانكلود على البيانات الموجودة عندي، واقل البيانات فينا نحكي انه هي السيتي، فقام بحكي له جيب لي الانكلود السيتي تمام، وهي علامة الشرط. اذا عندك اياها سيتي بدك تنفذ لي عليها السم الخاص بالبروفيت، جيب البيانات البروفيت تعمل السم عليها. بعد الشكل بدك تنفذ هاي المعادلة ضمن الانكلود وتحفظ لي اياها في الكولوم الجديد الانكلود ال او دي، نعمل له ابلاي وبنعد كده نعمل اوكي. لاحظ انه الكالكوليتد فيلد الجديد ظهر عنا وصار موجود ضمن الميجرز الموجودين. هلا خلينا ناخذ الانكلود ال او دي اللي انجزنا او اللي جهزنا، وبدنا نضيفه داخل نقول بدل البروفيت الاصلا، بالتالي هجيبه وهضيفه هون في الكلر بدل البروفيت، وكذلك بدي اضيفه على الليبل تمام. هلا خليني اجيب بدل الصم بدي افعل الافرج، وبدل الصم هون برضو بدي افعل الافرج لانه احنا مشتغلين نظام افرج. هلا خليني اعمل الانوتيت تبعه الاريا، واكتب هون with include ال او دي calculation كده، اعطيه مثلا 15 واللون اخليه برضو احمر واعمل اوكي. بدي احطه كده و كمان شوي. تمام، بالتالي مثل ما احنا ملاحظين انه في اختلاف في القيم الافرج ما بين اللي كانت فيها انكلود للود واللي بدون اللود. هلا هون حصلنا على calculations خاص بكل city في داخل الستيت، بالتالي معنى الكلام انه هات القيم هي القيم الحقيقية والمنطقية والواقعية لعمل لكمية البروفيت في كل city، على عكس هذا ال without detail calculations. بالتالي هو هذا مع الكالكوليشن او الانكلود كالكوليشن هو اكثر واقعية من ال without، لانه هون هو بيمشي على كل الايتيمز في الستيت بصرف النظر، لكن هون بيمشي على each city city وبيحسب لها. وبالتالي بهذا الشكل احنا حصلنا على تحليل اكثر واقعية، وبالتالي نحصل على رؤية حقيقية للبيانات ولسلوكها، وبنقدر ناخذ رؤية يعتمد عليها في عملية اتخاذ القرارات الجاية.